السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ جريت فور اخباركم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وتكونوا استعديتوا للاكزام بتاع شهر ابريل. كل سنة وانتم طيبين عشان خلاص رمضان قرب ان شاء الله. النهاردة هناخد اي سي تي، هناخد اخر ليسون في اكسس 3 ليسون 8 اللي بيتكلم عن السنكرونس اند اسنكرونس كوميونيكيشن. كنا اتكلمنا قبل كده عن السنكرونس والاند اسنكرونس في ليسون قبل كده، تقريبا الليسون الثاني او الثالث، نمبر 2 او نمبر 3. ان شاء الله هناخدهم بس بطريقة مختلفة او هنتكلم عليهم من ناحية تانية ان شاء الله. كمان استنونا في الاسبوع القادم في مراجعات على الساينس والماس والاي سي تي، مراجعات هتكون شاملة على كل المحاور او على كل المفاهيم اللي انتوا رايحين هتمتحنوا عليها في شهر ابريل. اوكي جريد فور، شدوا حيلكوا، يلا ربنا معاكوا وربنا يساعدكوا. ليتس جو، يلا بينا نبدأ. اول حاجة بيقول سينكرونس اند اسينكرونس. سينكرونس يعني متزامن، واسينكرونس يعني غير متزامن. ايه انا مش فاهم يعني ايه متزامن اصلا وغير متزامن؟ طب بالراحة كده احنا هنفهم مع بعضينا يعني ايه سنكرونس ويعني ايه اسنكرونس. قال لي لما انت تكون عايز تبعت لماما مسج على الواتس بتاعها ما بينك وما بينها، فانت بسرعة بتمسك الموبايل بتاعك سواء كنت في اللسن بتاعك في المدرسة او في السكول بتاعتك، وبتبعت لماما تقول لها ازيك يا ماما، عاملة ايه، وحشتيني، عاملة لنا ايه على الاكل، على الغداء. خلاص انت كده بتبعت لها مسج، ماما بتستقبل المسج في نفس اللحظة وبترد عليك وبتقول لك ازيك يا باتريك، ازيك يا اسلام، عامل ايه، ازيك يا اندرو. في نفس اللحظة ماما بترد عليك وبتقول لك هي عاملة ايه على الغدا. ده معنى السنكرونس. معنى السنكرونس اي التزامن. يعني ايه؟ يعني انت تبعت رسالة واللي انت بعت له الرسالة يرد عليك في نفس اللحظة، ده معنى السنكرونس. طب ايه معنى الاسنكرونس؟ لا، ده معناها ان هو ممكن يستلم الرساله او ممكن توصل له الرساله بعد فتره منك انت بعتها ويرد عليها بعد فتره من الزمن. يا رب تكونوا الفكره العامه للدرس وصلت لكم. طب كمان بيتكلم في الدرس عن ان السنكرونس دي بتوصل او بستخدمها مع الناس المقربين ليا، زي اصحابي، زي ماما، زي بابا، الناس اللي حواليا او اللي ايه اللي قريبين مني جامد. اما الناس مثلا اللي هم مثلا زي المدير بتاعي، الدايركتور بتاعي، التيتشرز بتاعي، يعني احيانا ما بقدرش ابعت له مسجز تكون سينكرونس، ببعتها له اسينكرونس. طب ايه كمان المعلومات الانفورميشن اللي فيها؟ المعلومات ممكن تكون انت لازم عايز عليها رد حالا من غير اي تفكير، فدي بتبقى سينكرونس. يعني انت بتبعت لماما او بتبعت لواحد صاحبك انا النهارده كنت ابسنت، انا كنت غايب من المدرسه، اخدت ايه هوم وورك، فصاحبك من غير اي تفكير بيقول لك الهوم وورك النهارده كان بيج كذا في ماده كذا من غير ما يفكر. ده انت مش معلومه ملحه، مش معلومه قصدي عايزه تفكير وعايزه ان الواحد يبحث ويشاور فيها حد، لا، ده هو في نفس اللحظه بيديك الانسرز او بيديك الريسبونس بتاعه، ده معنى سينكرونس. طب تعالوا بينا نشوف ايه اللي مكتوب عندنا. بيقول لي the internet allows us to communicate simultaneously. بالراحة كده عشان نقسم الكلمة دي. بيقول لي ان الانترنت بيسمح لي اني اتواصل، ايوه الكلمة الكبيرة دي، يلا بينا، simultaneously. simultaneously يعني بيسمح لي ان انا اتواصل بشكل directly، بشكل مباشر، بشكل متزامن. يعني ايه برضو؟ يعني ابعت رسالة وصاحبها يرد عليا في نفس الوقت. قال لي this is great، ده عظيم جدا ان انا في نفس اللحظة اتلقى او استقبل الرد او المسج اللي انا بعتها، حد يرد عليا في نفس التوقيت.
قال لي we can send a message or have conversation. أنا ممكن أبعت رسالة أو أعمل محادثة في نفس الوقت. قال لي synchronous communication الاتصال المتزامن is not always a good thing. ليه مس؟ نحن لسه ماشيين كويس وبنقول إن this is a great. صح، هو this is great، هو حاجة كويسة جدا، بس في أوقات ما بيبقاش good. طب ليه؟ ممكن حضرتك تقولي آه حاضر، أنت ممكن إيه؟ قال لي انك انت لازم يعني في حاجات لازم تفكر فيها، مش لازم تقول رايك على طول من غير تفكير، ودي الحاجه الوحيده اللي مش كويسه في السنكرونس. السنكرونس عايز رد على طول، لا، انت ممكن تاخد وقتك وتفكر في الوقت ده. انا عايزه استخدم كوميونيكيشن يكون asynchronous غير متزامن. asynchronous يعني غير متزامن. ليه؟ أنا أخد وقتي وأفكر. يعني مثلا أصحابك بيسألوك هل أنت ينفع تطلع معنا رحلة الأسبوع الجاي؟ طب أنت ما ينفعش أنك أنت ترد عليهم في نفس اللحظة وتقول لهم آه أنا هطلع، لا، أنت لازم تروح تشاور بابا وتشاور ماما. أنت كده ما ردتش في نفس اللحظة، يبقى كده أنت ما عملتش synchronous، انت كده عملت asynchronous. يا رب تكون الحتة دي وصلت لكم. قال لي هو ليه ممكن ساعات ما يكونش not good؟ قال لي we must give ourselves and others enough time. انا لازم ادي نفسي والكمان الناس اللي بيتكلموا معايا enough time، وقت كافي، to think about this information، ان انا افكر في المعلومات we have sent اللي انا هرسلها، or question or their answer، او كمان انا افكر في الاجابات او الاسئله اللي مطلوبه مني ان انا اجاوبها. يبقى لازم ناخد بالنا ان الانترنت بيسمح لي بالسيمولتانسلي او ان انا اكون متزامن، حاجه كويسه، بس في نفس الوقت not good things. ليه؟ لانه ساعات الانفورميشن دي او الكويستشن دي اللي مطلوبه مني عايزه وقت، enough time، عايزة وقت كافي ان انا افكر فيها، ما ردش تلقائي، ما ردش بسرعة، لا، في حاجات ما ينفعش ان انا ارد عليها في نفس الوقت. قال لي كمان so it's important، انه من المهم to know when to use each type of communication. انت لازم تعرف اي وقت انت تستخدم هو synchronous اللي هتستخدمه ولا asynchronous. طب تعالوا كمان نشوف ايه الفرق ما بينهم اكتر واكتر. السينكرونس كونكشن از ابروبريت، هو مناسب، اللي هو المتزامن، اللي هو برد في نفس الوقت. قال لي ده مناسب امتى؟ قال لي between friends، ما بينك وما بين اصدقائك، or close family members، او يعني اعضاء او عيلتك زي بابا ماما اخواتك، close family الاسره المقربه ليك. when information is urgent، urgent يعني معلومة ملحة، أنا عايزها دلوقتي، خلاص أنا بسألك عن الهومورك بتاعك النهاردة علشان أنا كنت أبسنس من المدرسة، كنت غايب، فملحة، أنا عايز أعرف الهومورك بتاعي. urgent معلومة ملحة. or needs to be conveyed quickly، أو أنت عايز يعني إيه تنقل حاجة بسرعة. خلاص أنا بكتب لصاحبي اللي هو النهاردة كان مش موجود في المدرسة إن النهاردة إحنا عملنا ميتينج، عملنا اجتماع واتفقنا إن إحنا نعمل بروجكت، وهو مسؤول عن إنه يعمل جزء معين في البروجكت، فأنا لازم أوصل له معلومة لازم توصل له حالا علشان هو يعمل حسابه إنه هو هيعمل البروجكت ده معانا أو يعمل المشروع ده معانا، فيعمل احتياطاته أو يجيب الوسائل اللي هتساعده إنه يقوم معانا بعمل البروجكت. أنا كده بوصل له information لازم أنا أوصلها له أو لازم أنقلها له بسرعة. يبقى أول حاجة لازم أحفظ كلمة urgent، معلومات urgent يعني ملحة لازم توصل، to be conveyed quickly أو إن أنا عايز أنقلها أو أأكدها بسرعة. when information revolve around issue of everyday life، يعني معلومات مع الدور عن الحياة اليومية، أنا رحت المدرسة، عملنا النهاردة أخذنا lesson one في المدرسة في subject كذا، رجعت من المدرسة أنا رحت النادي وبكلم ماما مثلا في مش قاعدة معايا النهاردة في البيت، فبقول لها عن everyday life حياتي اليومية.
when the answer doesn't require much thoughts and preparation. لما يكون الانسر بتاعتي او الاجابة بتاعتي مش عايزة ما تتطلبش much thought. much thought يعني تفكير كتير او preparation او تحضير. لا انا خلاص انا بسألك عن الهومورك انت بترد عليا، مش بتقعد تفكر. مثلا لما انا بسألك هتروح معنا رحلة، لا استنى انا افكر شوية اشوف انا مرتبط بليسونز او مرتبط بدروس او مرتبط بمذاكرة او انا رايح مشوار مع حد تاني. لا هنا انا لسه هفكر، مش هرد عليك في نفس الوقت. فده كله السينكرونس. السينكرونس من الفريندس بتوعي استخدمه لما اكون بتعامل مع الفريندس، مع الفاميلي بتاعتي استخدمه لما تكون الانفورميشن ارجنت لازم اوصلها، او كونفايد كويكلي بحاجه ملحه لازم توصل في نفس الوقت. تاني حاجه الانفورميشن ريفولف اراوند ايشو اوف افري داي لايف، حياتي اليوميه. كمان لما الانسر بتاعتي doesn't require much thought، مش عايزه ان انا افكر كتير، مش عايزه ان اعمل لها preparation احضر لها الوقت كبير، ده كله استخدم فيه السينكرونس كونكشن. طب يلا بينا نشوف النوع التاني اللي هو الاسينكرونس، التواصل الغير متزامن. غير متزامن مش هرد بسرعة. asynchronous مش هرد بسرعة. قال لي ده بيكون between people who don't know each other well، انا في ناس ما بعرفهاش كويس، علاقتي بيهم محدودة. المستر بتاعي كل علاقتي بيه ان انا بروح الدرس باخد عنده الدرس، فانا ببعت له الهومورك بتاعي على الواتس. مش لازم المستر يرد عليا في نفس الوقت، هو هيرد هيشوف الهومورك بتاعك ولما يصححه او يعمل له كوركشن هو هيرد عليك. فده asynchronous مش هيرد عليك في نفس الوقت. اللي when information is important but not urgent، هي المعلومة اللي انا هبعتها مهمة بس مش لازم توصل لك في نفس اللحظة. not urgent غير ملحة، غير ضروري جدا انك توصل لك المعلومة في نفس الوقت او الرد في نفس الوقت، ده بستخدم فيه الاسينكرونس. when information revolve around sensitive or complex، sensitive or complex topics، لما الموضوع او الانفورميشن دي بتدور حوالين موضوع حساس او معقد complex. ماشي، انا والتيتشرز بتاعي واصحابي بننظم بروجكت، بننظم مشروع او بننظم لبارتي او بننظم لرحلة، انا واصحابي والتيتشر بتاعي لازم نتناقش مع بعض في موضوع، فده بيكون asynchronous. when the answer need to be thoughts and preparation، لما الانسر بتاعتي بتحتاج ان انا افكر لوقت كتير ان انا اعمل بريبريد يعني احضر للمعلومة دي او الحاجة اللي انا هقولها، فده برضو بستخدم asynchronous communication. اللي remember that online learning، التعليم او التعليم اللي عن طريق الانترنت انكلود بيضم الاثنين، في السينكرونس وفي الاسينكرونس كوميونيكيشن. في اللي هيرد عليك بسرعه ويستقبل رسالتك في نفس الوقت ويرد عليها، وفي اللي هيستقبل الرساله ويرد عليها بعد وقت. choose the right tool for every situation، حاول انك انت تختار كل واحده فيهم في الموقف اللي سامح بيها او في الموقف الصحيح ليها. طب يلا بينا ناخد الكوزز على لسون 8. الكوز ده ما هو موجود في كتاب بني. يلا بينا تشوز نمبر 1 communication is suitable when the information urgent ملحة or need to be conveyed quickly وانت عايز توصلها بسرعة. مين ده؟ السينكرونس. نمبر 2 communication is suitable between people who do not know not ما انت ما تعرفهمش كويس، يبقى ده ايه؟ asynchronous. number 3 online learning environment مالها؟ environment communication بتضم الاثنين asynchronous والasynchronous. select communication each of the following cases when the information revolve around sensitive or complex topics، ده ايه؟ ده asynchronous. number 2 between friends or close family، ده synchronous.
Number three, when the information is important, هي مهمة, but not urgent, بس غير ملحة أو غير ضرورية إنك توصل لك الرد في نفس الوقت. ده إيه؟ ده asynchronous. Number four, when answer doesn't require much thought, هي مش محتاجة thought and preparation. ده تبقى إيه؟ ده تبقى synchronous. When the information is about issue from everyday life, هي عبارة عن أنا بحكي عن يومي أو بقول يومي حصل فيه إيه, فدايما أكيد هقوله للفريندز بتوعي أو ماما وبابا, فهتبقى synchronous. طب كمان هنشوف أسئلة كتاب الفايز. Choose synchronous communication is appropriate, مناسب, when an answer require thought and preparation between friends or close family. Number second, choose the appropriate one from the following. Asynchronous communication is appropriate asynchronous when the information is important but not urgent. أيوة, asynchronous هي مهمة بس مش لازم إن أنا أرد عليك. When the information is about sensitive or complex matter, when the information is about day-to-day matter, لا. When an answer doesn't require very much thought or preparation, برضو ما ينفعش ان تبقى synchronous. طب تعالوا نشوف السؤال ده. Choose appropriate when an answer require thought, when the information is urgent or need to be transmitted quickly. دي معانا في synchronous. Between people who don't know, لا طبعا دي asynchronous. يبقى في synchronous ما بين الفريندز والفاميلي, ما بين الانفورميشن مهمة ملحة ولازم اوصلها. الاسينكرونس لما الانفورميشن تكون important but not urgent, مش لازم ارد عليها. لما الانفورميشن تكون sensitive وcomplex, دي بتبقى asynchronous. تعالوا كمان نشوف غير كده. طب تعالوا بينا. When the answer needs reflection and preparation, لما الإجابة بتاعتي أو الرد بتاعي بيحتاج reflection and preparation وتحضيرات, ده بيبقى إيه؟ ده بيبقى asynchronous. طب number seven, among people who don't know, don't يبقى إيه؟ برضو asynchronous. Number eight, when the information is urgent or need to be conveyed quickly, لازم أوصلها بسرعة, دي تبقى synchronous. But true or false, online learning environment synchronous communication only. Only يعني فقط. هل هي فيها synchronous بس؟ لا طبعا, هي فيها النوعين. We use simultaneous communication to have simultaneous يعني متزامن, يعني بالرد ما بيننا وما بين بعض. To have conversation عشان نعمل محادثة. To check on people who live far from us. طبعا انا ممكن استعمل الconversation المحادثة ما بين ان انا أتكلم مع ناس أو أشخاص بيعيشوا far بعيد عني. Number three, the internet only allow us to communicate simultaneously. لا طبعا, الانترنت بيسمح لي إن أنا أتواصل simultaneously and not, يعني متزامن أو غير متزامن. Number four, we use simultaneous communication when the information revolve around sensitive or complex. لا طبعا. Number five, simultaneous communication يعني synchronous communication is not always a good thing. Is not always good things. ليه؟ قلنا علشان أنا لازم في حاجات لازم أعمل فيها thinking, أفكر فيها, أعمل لها preparation, أحضر لها. Number six بتقول we use simultaneous يعني اتصال مباشر أو متزامن. To give to ourselves or other, we are communicating with enough time to think about the information we sent. احنا بنستعمل simultaneous عشان نعمل ندي نفسنا thinking, بنفكر. لا طبعا, في simultaneous انا برد على طول, انا برد ايه على طول. يبقى دي الانسر ادي ايه, it's wrong. Number سندباد's activity او الاسئلة من كتاب سندباد بيقول لي mark true or false in asynchronous communication, immediate
response is necessary في الأسنكرونس، أنا لازم أرد أو أعمل استجابة حالا. لا طبعا ده في السنكرونس مش في الأسنكرونس. قال لي asynchronous communication is suitable مناسب for those who don't know each other well. هو مناسب لما ما كنش بعرف الناس كويس. Verse 3 بتقول you can use synchronous communication at brainstorm session. Brainstorm session يعني العصف الذهني أو إن أنا أشغل دماغي بسرعة. ده synchronous. Number 4 sending a text message is an example for synchronous communication. زي الواتس أنا بكتب وبيترد عليا في نفس الوقت. Activity 2 قول بس ده مين synchronous وده مش synchronous. Complex problem أو مشكلة معقدة ده asynchronous. Close friends synchronous. Day to day matter synchronous. Email لا طبعا asynchronous ممكن يترد عليا بعد فترة. Brainstorm session ده synchronous. وبكده تكون grade 4 خلصنا lesson 8 بكل ما فيه وبكل أسئلته. استنوني إن شاء الله في مراجعات قوية جدا لمادة الساينس والماس والآي سي تي. يا رب أشوفكم كده كلكم ناجحين ومتفوقين grade 4. أسيبكم في رعاية الله وحفظه. باي باي.